طيب علشان بقى نعرف ازاي نتجنب الحر وأشعة الشمس والكلام ده هيكون معنا بقى يعني بشكل بقى ورأي علمي أكتر من دكتور مها رضميس أخصائي تغذية أخصائي التغذية العلاجية. يا دكتور مها أهلا ازيك يا دكتور؟ أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. دكتور من شويه بنتكلم عن ان احنا ازاي ممكن نتفادى يعني الحر واشعه الشمس والمشاكل اللي ممكن نتعرض لها وقت الصيام، فممكن نعمل ايه؟ هي طبعا ناخد بالنا من مهم جدا ناخد بالنا من كميه الميه اللي احنا بنشربها وما نتهاونش بيها، وخاصه لو في رطوبه زياده في الجو، يعني الايام اللي فيها رطوبه عاليه وبنلاقي جسمنا بيبتدي يسخن. احدى اهم دور بتعمله المية انها بتقلل حرارة الجسم، عشان كده لازم نحرص على شرب المية كمية مش كعصاير ولا حاجات فيها سكريات.